بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع الأنبوبة ذات الشعبتين. طبعا من الدروس الشيقة والجميلة جدا عندنا الأنبوبة ذات الشعبتين. هي إيه يا مستر الأنبوبة ذات الشعبتين؟ أبدا، وأنت قاعد في البيت عندك خرطوم اعمله على شكل حرف يوم، بقت أنبوبة ذات شعبتين. معاك مسطرة، تعالى نعين مع بعض كثافة السائل. ازاي الأنبوبة ذات الشعبتين أنبوبة على شكل حرف يو، حتى الجزء السفلي لا مش بنفس الحرف كده بالظبط، لا مجرد بس انك تعمل الخرطوم على شكل حرف يو. تمام، نضع في الخرطوم ده او الأنبوبة دي كمية مناسبة للماء، يعني حوالي نصها مثلا، وانت عند النص هيصبح ارتفاعه في الفرد متساوي، وده طبيعي لان الضغط هنا بيساوي الضغط هنا، رو جي اتش بتساوي رو جي اتش، طالما الرو تساوي مع الجي يبقى الاتش متساويه، يبقى هيرتفع لنفس المقدار. صب الزيت ببطء في احد الفرعين حتى يتكون سطح فاصل بينهما. تعالى الله، تاني بقى الحته دي، تاني هنصب زيت. ايه اللي يحصل بقى لما نصب الزيت؟ اللي يحصل ان الزيت شوف هيعمل ايه؟ اهو حصل حاجة، انا في البداية رحت عامل ايه؟ رحت واخد السطح الفاصل، يعني انا هنا دلوقتي سطح الزيت اهو، سطح المية اهو، اضيف زيت اهو في الطرف الايسر. شوف راقب بقى الاتنين هيحصل لهم ايه؟ الفرعين هيحصل لهم ايه؟ ايوه كده، واضح ان الزيت نزل شويه، ضغط على الميه، المقدار اللي نزلته من الناحيات طلعته في الفرع الاخر. تمام، ومن هنا لازم نركز في الجزئيه دي. صب الزيت ببطء في احد الفرعين حتى يتكون سطح فاصل. اهو النقطة دي يا ولاد بنسميها السطح الفاصل بين وسطين. طبعا وده طبيعي، يعني ما يعني ديت لما يكون عندي فوق زيت وتحت مية، يعني اذا هذا يفصل بين وسطين. تمام، قم بقياس ارتفاع كل من السائلين اتش اويل واتش ووتر. ادي اتش اويل وادي اتش ووتر، بس خلي بالك ارتفاع الماء فوق السطح الفاصل والنقطة اللي في مستوى السطح الفاصل. يعني ايه؟ ارتفاع الزيت ده فوق السطح الفاصل وده طبيعي، ده ارتفاع المية، النقطة دي اسمها نقطة في مستوى السطح الفاصل. تمام، نقدر نعاين الكثافة ازاي؟ مش انت عارف ان لو خدنا النقطة اكس ونقطة واي يبقى بي اكس بتساوي بي واي؟ جميل، يبقى البي اي ومعاها رو جي اتش، بي اي معاها رو جي اتش. تمام، يبقى البي اي هتشطب البي اي، يبقى الاتش رو جي بتساوي الاتش رو جي، كمان الجي هتشطب الجي، يبقى الاتش اويل رو اويل بتساوي اتش ووتر رو ووتر. اي سائلين انت عارف طبعا، لو عايزين نقول ان اتش واحد رو واحد بتساوي اتش اتنين رو اتنين، يعني رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش واحد على اتش اتنين، دي علاقه عكسيه ما بين اتش والرو، ومن هنا نقدر نعاين الرو النسبيه لو كانت دي رو للايه؟ للمي. طبعا ما ننساش يا اولاد الحته اللي هقولها ديت لانها جزئيه غايه في الاهميه، معانا شويه تريكات كده عايزين نتكلم فيهم عشان الانبوبه ذات الشعبتين من اكتر الاسئله اللي بتجي لكم في امتحان تانية سنة. النقطه الاولى، عندنا ست تريكات، عايزين ست نقط مهمه عايزين نتكلم فيهم في الانبوبه ذات الشعبتين. اول نقطه، احنا عندنا رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش واحد على اتش اتنين. افرض بقى ان هو يعني عايزك تطلع انت الاتش،
اداك بقى حجم، اداك كتلة، اداك وزن، يعني عايزك انت تشتغل بايدك وتطلع الاتشاب. ما تنساش ان الفوليوم اف اتش، ما تنساش ان الفوليوم اف اتش، والام رو فوليوم يعني رو اف اتش، والاف جي او الويت ام جي يعني رو اف اتش اف جي. الله الله الله، يعني ممكن يا مستر يديني الفوليوم عشان استخدمه واقول انه بيساوي اف اتش واطلع اتش، او بعد ما اطلع اتش يقول لي احسب حجم ماشي، او الماس بيساوي رو فوليوم، رو فوليوم يعني رو اي اتش كده برضه في هنا اي اتش اي، او الويت اللي بتساوي ام جي يبقى رو فوليوم جي يبقى رو اي اتش جي. تمام، طبعا الاي باي نق تربيع على اساس ان مساحه المقطع ديت ايه دائريه. تمام، ملاحظه عشان خاطر نشتغل عليها، ناخد الاول شويه تدريبات على القانون الاساسي، قانون المباشر. يعني الشكل الموضح يكون ارتفاع الزيت عن السطح الفاصل، مدينا ارتفاع الميه اهي اللي هنا ديت 4 سم، وعايز الاويل اللي هنا. طبيعي يا اولاد ان احنا ممكن نقول ان رو اويل على اتش اويل بتساوي اتش ووتر، يعني رو اويل على روتر بتساوي اتش ووتر على اتش اويل، ومن هنا نقدر نعوض، يبقى الاتش اويل في 800 بتساوي 4 في 1000، ومنها يبقى الاتش بكام؟ ب 5. يعني الاجابه بكام؟ واحد هيقول يا مستر يعني انا بحب كده، بحب اقول رو اويل على رو ووتر تساوي اتش ووتر على اتش اويل، وعوض عادي يعني الاويل 800 على الووتر 1000، اتش ووتر 4 على اتش اويل مطلوب. طبيعي الصفرين دول مع الصفرين دول هتبقى 4 في 10 ب 40 على 8 في 5، ويبقى الإجابة دي. ممكن الطالب يقول لي يا مستر ما هي اللي فوق؟ عادي يعني أنت ما عملتوش حاجة. أقول له لا، أبص هي القصة إنه ممكن يكون مدينا أساسا رو نسبية، يعني هي القصة كلها إن ممكن يكون مدينا رو إيه؟ رو نسبية. فإحنا لو مدينا رو نسبية هتبقى رو أويل على روتر هي بتساوي إيه؟ برافو عليك، هي بتساوي رو نسبية. كلام جميل جدا جدا جدا، كلام حلو. السؤال اللي بعد، أنبوبة على شكل حرف يو يبلغ ارتفاع الماء في أحد فرعيها فوق السطح الفاصل بين المية والزيت 16 سم، شكلها ازاي دي؟ تعالى قال أنبوبة على حرف يو يبلغ ارتفاع الماء في أحد فرعيها فوق السطح الفاصل بين المية والزيت 16 سم، وكان ارتفاع الزيت في الفرع الآخر الذي يتزن معه 20 سم. يعني ده ارتفاع الأويل وده ارتفاع الوتر، فما هي كثافة الزيت؟ ومديني تكام طبعا كثافة الماء يا أولاد، طبعا أكيد أنت يعني من كتر استعمال الكثافة بتاعت الماء ديت أنتوا يعني يعتبر كده حفظتوه. تمام، الاتش ووتر ب 16 والاتش اويل ب 20، والرو اويل مطلوبه والروتر ب 1000. اتش اويل رو اويل تساوي اتش ووتر رو ووتر.
الاتش اويل هنا ب 20 من على الراس ومن الكلام. برو اويل بتساوي 16 في 1000، 16 طبعا اللي هي ارتفاع الميه وال1000 كثافه الميه، يبقى الرو اويل بتساوي 800 كيلو جرام على المتر المكعب. يا مستر في حاجه، اتفضل. هو مفيش طريقه نقدر بيها نعرف كويس ان اذا كان اجابتنا صح ولا خطأ في ايه هي؟ بص بقى، السائل اللي كثافته كبيرة لازم يكون ارتفاعه اقل، والسائل اللي كثافته صغيرة لازم يكون ارتفاعه اكبر، لان طبعا انت عارف ان في علاقة عكسية بين الكثافة والارتفاع. ايوه، وبعدين يعني عايز تقول ايه؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى بالظبط، اللي هو اول ما تطلع الكثافة هنا واضح ان انت بتطلع كثافة الاويل. كثافة الاويل هنا الانش بتاعته 20 ودي 16، بما ان ده ارتفاعه اكبر يبقى لازم تطلع كثافته اقل. طلعت كثافته اكبر يبقى انت غلطان. انبوبة على شكل حرف يو، مساحة مقطع فرعها الضيق 1 سنتيمتر مربع، ومساحة مقطع فرعها الواسع 2 سنتيمتر مربع، ملئت جزئيا الماء اللي كثافته 1000 كيلوجرام على المتر المكعب، ثم صب فيها كمية من الزيت اللي كثافته 800 كيلوجرام على المتر المكعب في الفرع الضيق، حتى أصبح طول عمود الزيت 5. احسب ارتفاع الماء فوق السطح الفاصل بين المقلة. شوفوا بقى، أنا عايزك تعرف إن مسائل لموزة الشربتين فيها 6 أفكار مهمة. لا توجد فكرة محتاجة منك لعمل، مفيش فكرة محتاجة مننا إن إحنا نشتغل ونشغل دماغنا في حاجة غير نقطتين اتنين هنبهك لهم من دلوقتي. ايه هما؟ النقطة الأولى اللي هنتكلم فيها عن لما يجي يقول لي عند صب الزيت انخفض سطح الماء بمقدار كذا. كلمة انخفض وارتفع دي محتاجين نفهمها. اتنين، لما يقول لي اكمله اكتب ورا مني، لما يقول لي انخفض سطح السائل الاصلي بمقدار كذا او ارتفع في الفرع الاخر بمقدار كذا، دي نقطه. النقطه الثانيه انه يقول لي اكمله الفرع حتى حفاده. لو ما قالكش جملة من الاتنين دول انت مش محتاج اي حاجة غير ان انت تعوض في القانون فقط. يعني انا لو عندي مسألة انبوبة ذات شعبتين وما لقيتش فيها في المسألة الجملتين اللي انت بتقول عليهم دول، اللي هو اكمله حجم اكمله الفراغ حتى الحافه وقصه انخفض وارتفع، مش عندي. هل كده عندي حل اخر غير ان انا اقول ان اتش رو بتساوي اتش رو؟ لا، مفيش. تعالوا نشوف. هنا بيقول لي انبوبه وعلى شكل حرف يو، مديني مساحة مقطع غير دي، صبنا مية وصبنا زيت واداك ارتفاع أحدهما. اسمع مني، اداك ارتفاع أحدهما يعني ارتفاع السائل أو الفرق بين ارتفاعي الماء في الفرعين. خلاص المسألة اتش واحد رو واحد بتساوي اتش اتنين رو اتنين وخلاص. أهو شوف بقى اللي حصل،
واحد هيقول له يا مستر بس ده الميه نزلت هنا بمقدار والزيت طلع الناحيه دي، الزيت نزل هنا بمقدار والميه طلعت الناحيه التانيه، هو اداك هنا دي بكام؟ بخمسه، وعايز اتش ووتر. ماليش علاقه بقى، مش يعني مش هستخدم المساحه في حساب شيء. خلاص ادي 1 سنتي، ادي 2 سنتي، ولا كاني اتذكروا في السؤال ولا اي حاجه. يبقى ادي الروتر، ادي الرو اويل، ادي الاتش اويل، ادي الاتش ووتر. عوض طلع 5 في 800 تساوي اتش ووتر في 1000، طلع اتش ووتر ب 4، طلعت انتهى السؤال. شكرا، اقلب على اللي بعده. يعني مفيش اي مشكله فيه، وادانا المساحات ديت بيلخبطني. من الشكل الموضح تكون الكثافة النسبية للزيت كام؟ أنت بتقول الكثافة النسبية للزيت ليه؟ هو أنت عايز الكثافة النسبية للزيت يعني إيه؟ أقول لك، رو النسبية للزيت بيساوي رو زيت على رو مي، اللي هي النسبة من اتش مي على اتش زيت. وبعدين هتقول رو النسبية للزيت اللي هي اتش مي على اتش زيت، هتاخد الـ16 حطهم هنا عشان دول مي، هتاخد الـ20 حطهم هنا علشان الزيت. يبقى رو النسبية للزيت بتساوي 8 من 10. شكرا، احنا كده بنعين الكثافة النسبية للزيت بطريقة سهلة جدا جدا جدا. يعني وانت في البيت دلوقتي معاك مسطرة ومعاك خرطوم وشوية زيت، عايز تعرف كثافته. شوية مية من الحنفية يتساوي في الفرعين، ضيف زيت في أحد الفرعين بالراحة كده، قيس الارتفاع هنا والارتفاع بتاع المية، فرق ارتفاعي المية في الاتنين، استخدم القانون طلع كثافة الزيت. شكرا، انتهى السؤال. مين الرسمي تكون الكثافة النسبية للزيت؟ انت مش لسه في المسألة اللي فاتت ايه اللي عايز الكثافة النسبية للزيت؟ فكرني كده. اهي والله ولسه مطلعين، بس تشوف الانبوبة دي منتظمة المقطع، يعني هنا وهنا يعني نفس الشيء. هنا شوف دي مش منتظمة المقطع، ناحية ضيقة وناحية واسعة. في الحالة دي اعرف اطلع الكثافة النسبية للزيت. ما انا قلت لك لو اداك احد الارتفاعين، اتش للناحيه دي واتش للناحيه دي، تمام كده، انت مش محتاج غير ان انت تعوض في القانون. تعال، رو النسبيه للزيت تساوي رو زيت على رو ميه، يعني اتش ميه على اتش زيت. يبقى رو النسبية بتساوي رو ميه على رو زيت، اللي هي بتساوي تعالى يا رو يا اتش ميه ب 18، تعالى يا زيت يا ابو 20، اقسم يدينا 9 من 10. مستر نعم، انت مش لسه مطلع ان الزيت ب 8 من 10 كثافه نسبيه في المساله اللي قبلها؟ ايوه، الزيوت انواع. هل هتجيب كثافه زيت اللي اتحط في ماكينه العربيه زي زيت الاكل، زي زيت الزيتون، زي زيت بذره القطن، زي زيت عباد الشمس؟ الزيوت بتختلف بس في الرينج ده، تمام؟ يعني لازم تبقى في الحدود دي، اصل الزيت بيطفو على سطح المي. طيب يبقى 9 من 10 اللي هو الاختيار ده. يوضح الشكل سائلين غير قابلين للامتزاج، السائلين دول غير قابلين للامتزاج داخل انبوبه على شكل حرف يو، احد فرعيها اضيق من الاخر، فرع ضيق وفرع ايه واسع. تكون قيمة الكثافة النسبية للسائل B تساوي، هو أنا لو جيت أجيب الرول النسبية للسائل، مش رول السائل على رول المية؟
اتش ميه على اتش زد. يقول لك بقى ان الميه هي الكتيره، يقول لك ان السائل هو الكتير، يقول لك اللي يقوله، انا ماليش علاقه. طالما عندك ارتفاعين معاك كرون سائل على رو ميه بيساوي اتش ميه على اتش سائل، شكرا انتهى الموضوع. يبقى الرو النسبيه بتساوي اتش ميه على اتش سائل، يبقى 20 على 15 4 من 10 يبقى 1.298. ومنها يبقى الإجابة، يعني لو قربنا التسعة طبعا أكيد تدي الاتنين واحد، يبقى 1.3. اقلب اللي بعدها وقول إذا كانت الكثافة النسبية للسائل B هو 8، عايز قيمة X. تمام، رو النسبية بتساوي اتش ميه على اتش زيت، يعني 30 على اكس، طبعا رو النسبية ب 8 من 10، 30 على اكس، قوم قشط يبقى 37 ونص. طبعا يعني في ناس عارفة ان مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي، وانا بعتبر ان ديت المقام بتاعها بواحد، وممكن نعمل مقص يعني 37 ونص. السؤال اللي بعده من الأسئلة الجميلة الماتعة، يمثل الشكل أنابيب ذات شعبتين لقياس كثافات السوائل المختلفة، حيث أن الفرع الأيسر يحتوي على ماء كثافته 1000، أي الأنابيب يكون الكثافة النسبية فيها 4 من 10. طبعا أنا عايز أقول إن السؤال ده من الأسئلة الجميلة لسبب، دول 4 مسائل الحقيقة مش مسألة واحدة. فطبعا أول ما بنقول يعني الكثافة مين في الأنابيب دي الكثافة النسبية بتاعته 10، أنت هتحل المسألة كأنك يعني بنحل 4 مسائل. طبعا هنمسك الأنبوبة الأولى، رو النسبية للسائل بتساوي اتش ميه على اتش زد، اتش ميه هنا بواحد، اتش زد بستة، طبعا 1 على 6 يبقى الأنبوبة دي ما تنفعش. تعال شوف الأنبوبة اللي بعدها، دي طبعا 1 على 6 قلنا ديت خطأ. أنبوبة بي، كل نسبية تساوي اتش ميه على اتش سائل، اتش ميه ب2 على اتش سائل ب5، يبقى الكلام ده 4 من 10، ودي جميلة جدا يعني ديت الصح. طالما طلعت ديت انا ممكن ما كملش، لكن يعني نشوف اللي بعدها اللي هي سي، يمثل الشكل الانابيب اللي قدامك، ودي الانبوبه سي، رو النسبيه بتساوي اتش ميه على اتش سائل، يعني ربع. اوعى تفتكر ان ربع 1/4 هي 4 من 10، لا الربع 0.25 دي غير دي، فخلي بالك. طب دي رو النسبيه للسائل بتساوي اتش ميه على اتش سائل، يعني 1 على 3 طبعا 0.33، ودي طبعا ما تنفعش تبقى 4 من 10. يعني احنا نستفيد من المسألة ليه؟ لأنها اعتبرها كأنها 4 مسائل أنبوبة ذات شعبتين، وبتحسب كل مرة الكثافة النسبية لإيه؟ للسائل. المسألة اللي بعدها مسألة جميلة جدا، أنا من التريكات السهلة جدا جدا جدا. إيه بقى يا أستاذ؟ بيقول لي من الرسم اللي أمامك إذا علمت أن كثافة الزيت والماء على الترتيب 800 و1000، فيكون قيمة ارتفاع عمود الزيت تساوي كام؟ ببساطة يعني عشان الدنيا تبقى واضحة معاك، إحنا لو خدنا نقطتين في مستوى في واحد هنا وهنا كده، هنا هيبقى في
مية، هنا مية وزيت، خلاص. اتش واحد رو واحد يساوي اتش اتنين رو اتنين زائد اتش تلاتة رو تلاتة. ده مية، ده مية، ده مية، ده زيت. يعني نقدر طبعا نحل في خطوة واحدة، نقول إن الخمستاشر ناقص السبعة يدينا تمانية يساوي اتش تلاتة رو تلاتة، ومنها يبقى 15 ناقص 7 يساوي اتش 3 في 800، يبقى الاتش بتساوي 10 سنتي اللي هو ده. لكن يعني احنا ممكن نعوض في القانون ده مباشر. ازاي؟ بص، احنا ممكن نقول اتش 1 رو 1 ميه تساوي، ده في الطرف ده خدنا نقطتين في مستوى فوق ايه؟ واحد، يعني خدنا ده كده مستوى فوق واحد، هنا اتش واحد رو واحد ميه بيساوي اتش اتنين رو اتنين ميه زائد اتش تلاته رو تلاته زيت. في الحالة دي اتش واحد بخمستاشر في ربع ألف يساوي اتش اتنين بسبعة في ألف زائد اتش تلاتة مطلوبة في رول الزيت ب 800، ومنها 15 ألف ناقص 7 آلاف يساوي 8 آلاف يساوي اتش تلاتة في 800. طبعا صفرين مع صفرين 8 آلاف، على 800 فعلى 10 أصلا، نفس الإجابة. في أنبوبة ذات شعبتين منتظمة المقطع بها كمية من الماء، صب زيت في أحد فرعيها إذا كانت الكثافة النسبية للزيت 8 من 10 وارتفاع الزيت 20، عايز المسافة بين السطحين العلويين للزيت والماء. دلوقتي آدي الأنبوبة ذات الشعبتين، حطينا فيها مية، حطينا زيت، فكان ارتفاع الزيت ده 20، ارتفاع المية هنطلعه، نقدر نطلعه، هو عايز المسافة بين السطحين العلويين للزيت والمية، يعني عايز الحتة دي، تمام؟ هنقول رو النسبية للسائل بتساوي اتش مية على اتش زيت، يعني التمانية من عشرة يساوي اتش ميه 20، يعني تطلع ب 16. طب لما يكون دي 20 ودي 16، اذا لو طرحنا الاثنين من بعض هيبقى الفرق 4 سم، وبالتالي هو هنا عايز الفرق بين السطحين العلويين. من الرسم اذا كانت الكثافه النسبيه بين، اذا كانت النسبه بين كثافه السائل A الى B، هنا سائل A وهنا سائل B 8 على 3، عايز الكثافة النسبية للسائل B. النسبة كثافة A إلى B 8 على 3، طب ما يلا كده تيجي هنا ونشوف السائل ده كام؟ ده 4 سم وده مية، صح؟ يعني هنا رو النسبية هتبقى مية، يعني 4 على 6، يبقى البسط هنا 4 على كام؟ على 6، على رو نسبية ب هتساوي 8 على كام؟ على 3. هو هنا عايز الكثافة النسبية للسائل ب، فهنقول رو ب نسبية، التلاتة دي هتتضرب في 4 على 6 وتتقسم على 8، يبقى التلاتة في 4 في 12 على 6 فيها الاتنين على 8، اللي هي ربع، اللي هي 25%، وبالتالي دي الإجابة الصحيحة، تمام؟ أنبوبة على شكل حرف يو تحتوي على زئبق، إذا ثقب في أحد في طرفها الأيمن ماء ارتفاعه، أوجد ارتفاع الزئبق
عن مستوى الاتزان، عن مستوى عند الاتزان، علما بانك ستنزل بركز. هو الانبوبه ديت انا عايزكم بقى نتعلم مع بعض نرسم. ادي انبوبه على شكل حرف اهي. اذا سكب في طرفها الايمن ماء ارتفاعه، يعني هي على شكل حرف يو اساسا كزئبق، وبعدين هنحط فيها ميه. الميه اللي هنحطها ديت طبيعي انها هتنزل الزئبق سنه صغيره كده. الارتفاع الميه ده 13.6 سم، فطبيعي انه الميه ديت هترتفع في الطرف الثاني شويه، فاصبح لدينا هنا اتش ووتر. طبعا ده لو زئبق يبقى هيرتفع الزئبق. هو عايز ارتفاع الزئبق عن مستوى الاتزان، عن مستواه عند الاتزان، يعني هو مش عاوز اتش كلها، لا ده هو عاوز مقدار الارتفاع هنا كام. طبعا مقدار الارتفاع قد مقدار الانخفاض اللي هينزله هنا. فطبعا لو خدنا اتش نقدر نقسمها على 2، لان اللي هينزله من هنا قد اللي هيطلع الناحيه الثانيه، يعني الاتش ديت بتساوي 2 اكس. فاحنا نقدر نقول اتش ميه رو ميه يعني 13.6 في 1000 يساوي 2 اكس، او يساوي اتش في كثافه الزئبق 13600. طبعا الصفرين يروحوا مع الصفرين، و13.6 لما تتضرب في 10 تبقى كام؟ 13.6 لما تتضرب في 10 تبقى 136. 136 وديت 13.6، يعني ال H هيساوي 1 سم. يبقى هنا طبعا ديت 13.6 عشان ضربناها في 10 ماشي، هتبقى 136. 136 مع دول فهل ايه؟ ديت مع ديت فهل واحد، يبقى واحد على واحد فهل 1 سم. أنبوبة على شكل حرف يو بقى زيت صب مع ارتفاع حتى أصبح ارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل 30 سم، وارتفاع الماء فوق الفرع الآخر 25 سم. احسب كثافة الزيت. طبعا رو زيت على رو مية هيساوي اتش على اتش زيت، وبيقول أصبح ارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل، هي فيها زيت وصبنا فيها مية، حتى أصبح ارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل 30 سم. أنا أهم حاجة عندي ارتفاع الزيت فوق السطح الإيه؟ الفاصل. أدي ارتفاع الزيت فوق السطح الفاصل 30، وارتفاع الماء فوق السطح الفاصل فوق مستوى السطح الفاصل 25، يبقى المية 25 ودي 30. طبعا يعني لو عايز الكثافة النسبية أو لو عايز رول الزيت احسب كثافة الزيت، هتبقى رو زيت على 1000. طبعا يا أولاد لو ضربنا الـ1000 25 وقسمنا على 30، اضرب كده الـ1000 معايا بالآلة الحاسبة في 25 وقسمنا على 30، هيطلع 833.3. 833.3 دي رول الزيت، 833.3 كيلو جرام على المتر المكعب، كيلو جرام على المتر المكعب. أنبوبة على شكل حرف يو تحت الزئبق، إذا سكب من طرفها الأيمن ماء ارتفاعه 13.6 أو ارتفاع الزئبق عن مستوى الميزان، قلنا اتش واحد رو واحد تساوي اتش اتنين رو اتنين. اتش واحد 13.6 في مسافة المية بألف، اتش ورو للزئبق 13600. فلو قسمنا كده هنقسم 13.6 مضروبة في 1000، ده في البسط، وفي المقام 13600 يساوي يطلع 1. أنبوبة ذات 10 المقطع كثافة الزئبق أهي، صب في أحد فرعي سائل كثافته النسبية أهو 1.2 حتى أصبح البعد الرأسي بين سطحي الزئبق
24 و 2.4 سم، احسب ارتفاع عمود السائل عن سطح الزئبق. يعني نتخيل الأنبوبة برضو، نفسي تعرفوا ترسموها وإحنا مع بعض كده، معاك مسطرتك، معاك يعني في ناس طبعا بتجيب مسطرة فيها الأشكال، بس يعني هي حتى لو رسمت كروكي كده، أدي أنبوبة ذات شعبتين أهي منتظمة المقطع، يعني الفرع ده والفرع ده نفس بعض في الاتساع، بها كمية من الزئبق اللي كثافته كام؟ 13600، يعني هي أصلا فيها زئبق. صب في أحد فرعيها سائل، صبنا هنا سائل، كثافته النسبية 1.2، فحتى أصبح الفرق بين سطحي الزئبق، يعني الزئبق نزل هنا، السائل نزل هنا، بحيث إن الزئبق ارتفع هنا، فكان فرق ارتفاعي الزئبق، ما هو ده كله كده زئبق، 2.4. فهو بيقول لي احسب ارتفاع عمود السائل، طبعا اتش سائل على اتش زئبق اللي هو 2.4 يساوي رو زئبق 13600 على رو سائل اللي هي 1.2 في 1000 اللي هي 1200. ففي الحالة دي يا ولاد، يعني طبعا مقص طرفين يساوي وسطين، يبقى 2.4 ده في البسط في 13600 على 1200، في الحالة دي تطلع 27.2، يبقى ال H بتساوي 27.2 سم. أبنائي وبنات الطلاب، الأنبوبة ذات الشعبتين أفكارها كتيرة وجميلة، حاولت معاكم خلال الحصة إن إحنا ناخد أكبر قدر من المسائل اللي فيها أفكار. الحصة القادمة إن شاء الله هنكمل الأنبوبة الشعبتين بمسائل فيها انخفض بمقدار وارتفع بمقدار، وطبعا يعني من أجل التعمق الزيادة. تمام، تعالوا نراجع إحنا خدنا إيه. لو جبنا خرطوم في أنبوبة الشعبتين كده، اللي هي الخرطوم له الطرفين في مستوى أفقي واحد، أصبح الارتفاع متساوي في الفرعين، بدأنا نصب الزيت، نزل في الفرع ده، نزل في الفرع ده، وطلع في الفرع التاني. الحركة دي مهمة جدا بالنسبة لي، ليه؟ أصل هو المية بتبقى ثابتة في الفرعين، بمجرد ما نروح جايين واضعين المية، الزيت أو أي سائل بيروح نازل من الفرع ده ويطلع من الفرع التاني. في الحالة دي بنيجي على نقطتين في مستوى أفق واحد، بس لهم شرط إنهم يكونوا في نفس السائل. يعني لازم تاخد عند آخر، أنت عارف هنا الضغط هنا والضغط هنا بيساوي بعض، ليه؟ نفس السائل، حتى لغاية السطح الفاصل هنا وهنا. في الحالة دي هيبقى هنقيس ارتفاع السائلين أهم أهم، في الحالة دي هيكون نقدر نطلع إن اتش أويل على اتش ووتر هيساوي رو ووتر على رو اويل، والعكس بالعكس اللي هو رو اويل على رو ووتر يساوي اتش ووتر على اتش اويل، وده يا ولاد بنسميه الكثافة النسبية. يبقى رو ريليتيف بالنسبة للاويل هتساوي اتش ووتر على اتش اويل. عايزك وانت قاعد في البيت تعمل التجربه دي ببساطه عشان تشوف يعني مدى الفيزياء وتعايشها معاك. انت دلوقتي عندك شويه زيت في البيت، ما انتش محتاجهم، زيت آلية، زيت اي حاجه، وعندك خرطوم، ولو ما عندكش هات الخرطوم الرفيع بتاع المحاليل اللي هي بتبقى متعلقه ديت، بس طبعا يفضل انه يكون نظيف من الصيدليه علشان خاطر ما يكونش ملوث. وبعدين هنحط لغايه نصه، حوالي نصه كده او تلتين ميه، وبعدين نضيف في احد الفرعين زيت. طبعا معروف ان الزيت هيطفى على سطح الميه زي الشكل اللي قدامك. بمسطرتك الجميله قيس شويه الزيت، ارتفاع الزيت اللي انت ضفتهم وشويه الميه اللي في مستواهم، واقسم ده على ده، شوف الناتج هيطلع كام. ان طلع في الرينج اللي احنا بنطلعه اللي هو من 8 من 10 ل 9 من 10، انت كده في تمام.
وامورك طيبه وكده استخدمت التجربه صح 100%. هناك سؤال، هنتعود بقى مع بعض على حاجه جديده ان شاء الله انها تكون جميله بالنسبه لكم، ان كل حصه هنقول سؤال شفهي كده في اخر المحاضره اللي نقولها، وفي بدايه الحصه الثانيه هنجاوبه، يكون سؤال فيه تفكير شويه يعني بيتطلب ان انت تكون ذاكرت الدرس. ايه بقى مستر؟ دلوقتي انت عينت لنا كثافه استخدام الميه على اساس يعني ان الزيت ما بيختلطش بمين؟ بالميه، تمام؟ لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء، ودي معروفه لان كثافته اقل، وده مركب قطبي وده مركب عضوي ما بيختلطوش ببعض، ما فيش بينهم ذوبان، وبالتالي معروفه الموضوع هيبقى ازاي. لكن السؤال الاخر اللي بيطرح نفسه، هو انت لو عندك كحول وميه والاتنين دول بيختلطوا ببعض، يا ترى ازاي يكون اقدر اعين كثافه الكحول، الكثافه النسبيه للكحول غير طبعا الانبوبه الشعبتين؟ لو حطيت الكحول على الميه هيختلطوا ببعض وبالتالي هتحصل مشكله، فنعمل ايه؟ ده سؤال يدعو للتفكير، كيف تستخدم الانبوبه ذات الشعبتين في تعيين كثافه نسبيه للكحول بمعلوميه كثافه الماء اللي هي 1000؟ يعني انا عندي كثافه الكحول وكثافه الميه انبوبه ذات شعبتين، دولت الحاجات اللي معلومه عندك، هتعمل ايه علشان تطلع الكثافه النسبيه؟ عايز تعرف الاجابه؟ استنانا في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وكل نهايه حلقه هيبقى فيه سؤال او اكتر يعني بحيث ان احنا ننشط الذاكره وننشط الفهم شويه، وهتبقى السؤال ده اجابته ان شاء الله في بدايه الحصه القادمه. اشوفكم على خير، طيب الله اوقاتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.